الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درسنا اليوم هو الدرس 11، نرى التمهيد، شخص يسبح في المسجد. نرى هذا الحديث نربطه بهذه الصورة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته، ومعناه انصرف من صلاته أي إذا انتهى من الصلاة بعد أن ينتهي من صلاته، استغفر ثلاثا، أي قال: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. بعدها: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. إيش معنى هذا الكلام؟ اللهم، وهذه كلمة نستفتح فيها الدعاء. أنت السلام، أي السلام هذا اسم من أسماء الله، وهو معناته السالم من كل عيب ونقص. ومنك السلام، أي أنت تعطي السلامة وتمنعها. تباركت، أي عظمت قدرتك وبركتك ذا الجلال والإكرام المكرم على عباده. إذن هذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا به بعد أن ينتهي الإنسان من صلاته، يقول: اللهم، أول شيء استغفر ثلاث مرات، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام، تباركت ذا الجلال والإكرام. طيب، الحديث الثاني ما هو؟ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما ثم قال: يا معاذ، إني لأحبك. فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا أحبك. قال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طيب، شاهد المحبة العظيمة، المحبة في الله بين الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد معاذ يوما وهو ماشيا فقال: يا معاذ، إني لأحبك. النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا يقول لمعاذ: إني لأحبك. فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ومعنى بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني أفديك بأبي وأمي يا رسول الله وأنا أحبك، أي محبتك مقدمة على محبة أبي وأمي وأنا أحبك. شوف طيب، كيف فسر النبي صلى الله عليه وسلم محبته بمعاذ؟ هل يبغى مصلحة معينة، مثل ما هي الآن محبة الإنسان لشخص آخر حتى يقضي مصلحة معينة وبعد ذلك يتركه أو يضره؟ لا، فالمحبة هي المحبة في الله، مثل هذه المحبة. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم سبب محبته لمعاذ إيش قال له؟ قال له: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة. ومعنى دبر كل صلاة يعني نهاية كل صلاة، نهاية كل صلاة يعني بعد كل صلاة. لا تدعن دبر كل صلاة، أي نهاية كل صلاة، أن تقول: اللهم أعني، يطلب العون من الله سبحانه وتعالى، على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وش معنى الذكر؟ الذكر وش هو؟ الأذكار، تعرفون إيش معنى الأذكار؟ الذكر تسبيح الله، تحميد الله، شكر الله، حمد الله والثناء عليه، هذه كلها ذكر، تسمى ماذا؟ ذكر. إذن الذكر وش هو؟ تحميد الله وتسبيحه وتهليله وتحميده وشكره على نعمه، فهذا معنات الذكر. لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك، ويطلب العون من الله سبحانه وتعالى أن يذكره في كل لحظة وكل وقت. شكر، والشكر هو شكر الله سبحانه وتعالى، شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه. وحسن عبادتك، وش معنات العبادتك؟ العبادة وش هي؟ وش تعريف العبادة يا شباب؟ تعريف العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذن يا شباب، تعريف العبادة وهي عبادتنا التي نعبدها، اسم جامع
كلمة عبادة اسم جامع، طيب يجمع إيش؟ كل ما يحبه الله. بعدين نبدأ نقسمها من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، التي ظاهرة لنا نعملها أو الباطنة التي في قلوبنا، مثل الخوف من الله والإخلاص والنية، هذه في القلوب. الظاهرة مثل إننا نصلي وتعاملنا مع الناس، الصدقة، الزكاة، هذه ظاهرة غير اللي مخفية في القلب. والذكر هو تسبيح الله وتحميده وتهليله. إذن العبادة وش هي؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة. إذن لابد لنا أن نلتزم بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، ونعتبر من هذه المحبة ونأخذ بهذه المحبة، المحبة في الله التي كانت بين الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل، و إذا أحببت شخص فإني أوصيه بشيء يقربه من الله سبحانه وتعالى وأبعده عن المعاصي، مثل ما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم حبيبه معاذ بن جبل، قال له: يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وشكرا.